سيف بن سالم او سيف بن معيوب بن سالم الدرعي من حل في المركز الثالث بشاهين. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت النتيجه، لكن التحدي لا زال مستمر في الميدان. التواصل يستمر والاشواط تتوالى بالانطلاقات الجميله والرائعه الذي يحملها ميدان المرموم كالعاده دائما بهذا الانطلاق والاندفاع. ينطلق الشوط احد اشواطنا وهو الشوط 21 في اشواط صباحي هذا اليوم ليحمل لنا في طياته الجعدان المهجنات الاصايل. بنشوف هنا في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل اللقايه المهجنات الاصايل تتنافس على شرف الفوز والناموس بهذه الاسماء وبهذه الشعارات. انطلق الشوط وانطلقنا مع شاشه الجميع المفضله، شاشه دبي ريسنج في مؤسسه دبي في الاعلام، في هذا الانطلاق لنتابع المركز الاول. نسير مع المقدم وهذا سراب 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 الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي يتقدم على مقدمه هذا الشوط، يقود الجعدان بينما يلي في المركز الثاني جلمود، جلمود علي بالحبروت بن سلطان الكتبي ياتي على المركز الثاني. اما المركز الثالث فبنلقى في ثالث المراكز محشوم، محشوم لحمد بن راشد بن غدير يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع التاجي ياتي في المركز الرابع لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي في هذه الانطلاقة. او هنا اعود للتصحيح رقم 19 اللي تدخل على المركز الثالث بشعار بن منانة، وياتي هذا هو، هذا هو منعوت 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 ومحمد بن احمد بن سعيد بن منانه يتقدم مع منعوت في المركز الثالث. المركز الرابع ياتينا مشاهدينا الاعزاء في رابع المراكز، هذا هو شاهين، شاهين لياسر بن محمد بن ياسر العفاري ياتي في المركز الرابع بالدبيه على المركز الخامس. هذا مشغل، هذا مشغل مشاهدينا الاعزاء، وحمد بن محمد بن سعيد بالدبيه العفاري في المركز الخامس. المركز السادس شوف اللي تدخل، هذا محشوم حمد بن راشد بن غدير يتقدم في المركز السادس. المركز السابع، السابع من الجانب الاخر مع سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي، وهنا يتواجد في هذه اللحظة شاهين لخالد بن حميد رعيد ريبح المهيري ياتي في المركز السابع. المركز الثامن، ثامن المراكز شاهين سعيد بن محمد بن خليفة بالهول المهيري، والمركز التاسع، التاسع هذا الشهم لسعيد بن شطيط بن شلبود الخيالي، والعاشر، المركز العاشر مشاهدينا الاعزاء هذا اللي تدخل ثمين لاحمد بن صويح بن سالم العامري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقه في هذا التحدي الجميل في هذا الانطلاق. انتهت العشر المراكز الاولى، انتهت العشر المراكز الاولى من اذاعتها فقط. خلف العشر المراكز هناك اسماء، الشوط يحمل اثاره ويحمل حماس، اللقاية سن المفاجات. نعود الى المركز الاول، نروح مع الشاعر بن مصلح على مقدمه الشوط. الشاعر سعيد بن مصلح الاحبابي يتقدم مع سراب من السياج الخارجي ومن جانب اليمين بن منانه بن منانه بن منانه منعوت يقدم منعوت، محمد بن احمد بن سعيد بن منانه يقدم لنا منعوت. التاجي وصل، التاجي تحرك، التاجي وصل بو منصور، سعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي واهل الهير، وشاهين يتحرك. ياسر محمد ياسر العفاري يتقدم مع شاهين اللي ينافس. شوف التحرك من راعي دريبح مقدم شاهين، خالد بن حميد راعي دريبح، كل الاسماء قادمه. وهذا وصل جلمود علي بالحبروت بن سلطان الاكتبي ياتي في هذه الانطلاقه. الشهم سعيد
حميد بن شطيط بن شلبود الخيالي وبالدبيه بالدبيه مشغل حمد بن محمد بن سعيد بالدبيه العفاري المركز التاسع وصل فيه العابر العابر الغفيج بالصغير المالكي والمركز العاشر هذا ياتينا مشاهدي الاعزاء متعود 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 محمد بالزفنة بالويهي العفاري هذه العشر هذه العشر وهذه الالف ومئتين هذه العشر اكملناها وهذه الالف ومئتين وصلناها في هذا الانطلاق ولكن الشوط مثير الشوط مثير مشاهدي الاعزاء للقاية التبادل المراكز الكيلو الأخير المالكي المالكي الغفيج 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 والصغير المالكي أهل السلطنة في الدريزة أهل السلطنة في الدريزة ينطلقون مع المراكز الأولى المركز الثاني التاجي التاجي لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم يقدم التاجي من الجانب الآخر شاهين ياسر محمد بن ياسر لياسر بن محمد بن ياسر العفاري يتقدم راعي دريبح راعي دريبح ولكن شوف لي هذا اللي وصل هذا اللي وصل من جانب اليسار هذا اللي تدخل هذا اللي تدخل اللي غير الأمور اللي هو الشامخ اللي هو الشامخ لأسعد بن سعيد بن سعود الغفيلي الغفيلي أهل الأبيض أهل منجب السبق جدم هناك مع المراكز الأولى أروح مع المقدمة مع المركز الأول 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 ما حبنا المركز الثاني الأول أموت وحياب الغفيج بن الصغير المالكي الغفيج والغفيلي أسعد الغفيلي قادم أسعد الغفيلي قادم ولكن الغفيج المالكي العابر العابر الغفيج بالصغير بن عبد الله المالكي سلام لأهل السلطنة سلام وتحية من المرموم لأهل السلطنة لأهل الدريز الغفيج بالصغير المالكي قدم العابر والفوز الناموس المركز الثاني الغفيلي أسعد بن سعيد الغفيلي والمركز الثالث شاهين لخالد بن حميد راعي دريبح والمركز الرابع الطاير لعامر بن صقر الوهيبي والخامس رقم 11 الخامس متعود لمحمد بن زفنة بالويهي العفاري هكذا كان الشوط مثير وجميل للغاية ولكن السلامات ذهبت لأهل السلطنة لأهل الدريز 7:36 بالوفاء والتمام تهانينا الغفيج بالصغير المالكي وسلام لأهل السلطنة وسلام لأهل الدريد صباحي من المرموم ناخذ المركز الثاني 7:36 وتسع أجزاء من الثانية من حلة في المركز الثاني الغفيلي الغفيلي أسعد بن سعود بن سعيد بن سعود الغفيلي اللي حلة في المركز الثاني 7:37 7:35 هذا شعار راعي دريبح اللي حلى في المركز الثالث تهانينا للجميع.